السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم عصير الزعزع. كيجي رائع في المذاق وسهل في التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاج كريم شونتيي اللي غادي نطلعها مع كاس صغير ديال الحليب، خص يكون بارد مزيان. عندي نص لتر ديال الحليب، 4 حبات ديال الافوكا، عندي كميه من الزبيب او العنب الجاف، اللوز، وغنحتاج الاكاجو. وللتزيين عندي شوكولات حبيبات وطريفة ديال الشوكولات الاخرى، وعندي جوج ديال الاوريو. في اناء غندير كريم شانتيي، مع كاس صغير ديال الحليب بارد، وغادي نطلعو مزيان بالباطو. من بعد ما طلعت الكريمة وضعف الحجم ديالها، غادي نغطي عليها وندخلها للثلاجة وندوز نحضر العصير. كاس ديال الخلاط غندير الافوكا، الحليب غندير غير النص، عندي الكاس شويه صغير، شويه ديال العنب الجاف، واللوز. من بعد ما طحنت الافوكا مع الحليب وشويه ديال اللوز والعنب الجاف، زينت الكيسان بخطوط ديال الشوكولا، بصوص الشوكولا كخطوط عشوائيه. غادي نكب خليط الافوكا والحليب، غندير كريم شونتيي اللي خرجته من الثلاجة. مزيان بقطع ديال الاوريو، ديال الشكلاط غنديرهم في الجوانب.
وعندي اللوز العنب الجاف تاع الشوكولا الشوكولا ونضيف الأكاجون وهذا هو الشكل النهائي ديال عصير زعزع، كيتحضر في دقائق وكيجي رائع وسهل. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والمشاركه في القناه ديالي الا كنتم جداد. شكرا لكم بزاف على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.